بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نبدأ بإذن الله. واضح الصوت؟ لا زال واضح صحيح؟ طيب، بداية أعرفكم بنفسي، عبير محمد المحضار، مستشار تعليمي بشركة مايكروسوفت العربية. أرحب بكم معلمينا ومعلماتنا الأعزاء، أعضاء هيئة التدريس، جميع منسوبي ومنسوبات التعليم، شكرا لكم، شكرا لاستقطاعكم من وقتكم وجهدكم وقتا لحضور هذه الندوة. الشكر موصول أيضا للجمعية السعودية العلمية للمعلم وجامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني ومنصة التزامن لاستضافة هذه الندوة. شكرا لكم أعزائي. طيب، راح نتكلم اليوم بإذن الله عن مجتمع مايكروسوفت التعليمي، كيفية التسجيل فيه، كيفية اكتساب النقاط والشارات من خلاله، وكيفية رفع محتوى تعليمي عليه. بس قبل ما أبدأ في طرح المحتوى التدريبي، فضلاً لو تكرمتم، بس عارفة حابة أعرف لو في هدف معين من حضوركم الدورة، على أساس أثناء عرضي للمحتوى التدريبي أحاول يعني على قدر المستطاع أني أحقق الأهداف اللي أنتم من أجلها حضرتوا الدورة. طيب، أعزائي اللي عنده هدف معين حضر من أجل الدورة ياريت يشاركنا إياه عبر الشات. طيب، أستاذة منى، رفع محتوى تعليمي إن شاء الله حيكون جزء من الدورة. المعلم الخبير، طيب بإذن الله راح أتحدث عن برنامج معلم مايكروسوفت الخبير، سكايب أثون بإذن الله يسمح الوقت ونتكلم عن فعاليات مايكروسوفت التعليمية العالمية. شكرا لك يا أستاذة هدى، الله يعطيك العافية على حضورك. ساعة برمجة، طيب أبشروا بإذن الله، ربنا يبارك في الوقت، وأتكلم في نهاية الندوة عن فعاليات مايكروسوفت زي ساعة برمجة وسكايب أثون. معرفة كل جديد، طيب رائع، شكرا لك يا أستاذة نهى. السكايب، طيب ممكن نتعرف على طريقة التواصل عن طريق سكايب عبر مجتمع مايكروسوفت التعليمي. أستاذة سماح، أمينة مصادر وترغب في نقل الخبرة للمعلمات، شكرا ليكي، هذا هدف أساسي ورائع، الله يعطيك العافية. طبعا أعزائي، أعلى مراتب إتقان المعلومة أو الخبرة إنه نوصلها للآخرين، لصالح الآخرين، فموضوع إنه توصلوا الخبرة للآخرين هذا شيء رائع ومحفز، والفائدة حتعود لزملائكم اللي توصلوا لهم الخبرة، ولكم أنتم أيضاً إنه يزيد إتقانكم للمحتوى. طيب، يعطيكم العافية. تمام، غالباً بإذن الله راح أحاول بقدر المستطاع أحقق كل الأهداف اللي ذكرتوها بإذن الله. شغالين في الإيصال، يعطيك العافية أستاذة مستورة. المشكلة ما احنا فاهمين الموقع، طب خلاص إن شاء الله بإذن الله اليوم تنحل المشكلة، وخطوة بخطوة نفهم الموقع ونتعرف كيف نتعامل معه. خلاص ما تشيلي هم إن شاء الله أستاذة مها، يلا توكلنا على الله، كيف نرفع دروس برضو حيكون جزء من المحتوى. طيب، بالنسبة لندوتنا اليوم مجتمع مايكروسوفت التعليمي، راح نتكلم عن برامج مايكروسوفت التعليمية بشكل عام. راح نعرف مجتمع مايكروسوفت التعليمي، راح نتعرف على كيفية إضافة محتوى تعليمي تفاعلي متوافق مع الأجهزة الذكية، وكيف نشاركه مع الآخرين المهتمين بالتعليم حول العالم. حنتعرف كمان على كيفية البحث عن أعضاء آخرين في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، كيف نبحث عن معلمين آخرين لهم نفس الاهتمامات، وهذا الهدف من مجتمعات التعلم المهنية. تمام؟ يعني مجتمعات التعلم المهنية
تعتبر إحدى أهم أدوات إدارة المعرفة ومشاركة المعرفة، اللي بالتالي تحقق الجودة في المنظمات بمختلف أنواعها. المؤسسات التعليمية من باب أولى إنها تحقق إدارة المعرفة والجودة المطلوبة في التعليم. طيب، طيب راح نتكلم عن برامج معلمي مايكروسوفت. أنا معليش يعني في كل مرة راح أعيد الموضوع، لأنه في ناس لسه أول مرة يعرفوا عن الموضوع، عن برامج مجتمع معلمي مايكروسوفت. فنتعرف بشكل سريع على برامج معلمي مايكروسوفت. طيب، في البداية وأول خطوة للانضمام لبرامج معلمي مايكروسوفت بكل أنواعها، لازم نكون أعضاء في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. في هذه المرحلة نكون أعضاء في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. طيب كيف نكون أعضاء في مجتمع مايكروسوفت التعليمي؟ مجرد تسجيلنا في موقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي، إحنا بهذه الطريقة أصبحنا أعضاء في مجتمع مايكروسوفت للمعلمين. تمام؟ هذه الخطوة الأولى، وطبعاً خلال ندوتنا اليوم راح نسجل مع بعض في المجتمع. طيب، المرتبة اللي بعدها معلم مايكروسوفت المبدع. طيب، متى نكون معلمين مايكروسوفت المبدعين؟ لما نحصل على 1000 نقطة في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. يعني أول 1000 نقطة نحصل عليها من خلال مجتمع مايكروسوفت، هناخد شهادة معلم مايكروسوفت المبدع MIE. طيب، إن شاء الله برضو خلال دورتنا إن شاء الله اليوم، بالنسبة للي أول مرة يحضروا أو يسجلوا في مجتمعات في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، راح يحصلوا على شهادة معلم مايكروسوفت المبدع. طيب، بعد كده يجي عندنا مدرب مايكروسوفت. مدرب مايكروسوفت هو عبارة عن كورس تدريبي، دورة تدريبية، بمجرد إنهائها راح ينفتح للمتدرب عداد تدريبي، يستطيع مننا خلاله استخراج الأكواد وتسجيل المتدربين. وبعد ما يدرب 100 متدرب سواء كانوا طلاب أو معلمين، بعد تدريبه للمية راح يحصل على شهادة مدرب مايكروسوفت، حتكون موجودة في الإنجازات على نفس الموقع. حوريكم أيضا من خلال عرض المحتوى التدريبي اليوم فين نحصل الشهادات. طيب، الحاجة الثانية، معلم مايكروسوفت الخبير اللي الكل بيسأل عنها اليوم. معلم مايكروسوفت الخبير عبارة عن برنامج بالتعاون مع وزارة التعليم. الفرق بينه وبين بقية البرامج إنه يكون ترشيح، يعني ليس مجرد دورة اجتازها وينتهي الموضوع، لا، يكون عبارة عن ترشيح. يختار فريق من مايكروسوفت ومن وزارة التعليم المرشحين ليكونوا هم المعلمين الخبراء حسب نموذج الترشيح. سيكون مطلوب من كل معلم يعبي نموذج الترشيح، يعرض فيه خبراته التعليمية، مهاراته في دمج التقنية في التعليم. تمام؟ هذا الفرق وهذه الميزة اللي في برنامج معلم مايكروسوفت الخبير. طيب، وآخر مرحلة زميل معلمي مايكروسوفت، برضو هذه عبارة عن شهارة وشارة، شهادة وشارة يحصل عليها المعلم بعد ما يكون يا إما مدرب أو معلم مايكروسوفت خبير، حسب تفاعله وإنجازاته في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. تمام؟ هذه عبارة عن برامج مايكروسوفت التعليمية. بس أشوف إذا عندكم أي أسئلة سريعاً عشان نستكمل المحتوى. ما عندي صوت أستاذ ابتهال، شيكي على إعدادات الصوت عندك. طيب، الصوت منخفض. طيب كيف كده؟ تمام. دورة تدريب مدربين موجودة على مجتمع مايكروسوفت التعليمي، إن شاء الله راح أشارككم معاها، أشارككم إياها بإذن الله. اللغة العربية موجودة
العديد من الكورسات اللي موجودة باللغة العربية، بالإضافة إلى الدروس اللي رفعوها معلمين زينا برضو موجودة باللغة العربية ممكن مشاركتها. طيب الحمد لله الصوت كويس. الطلاب، طيب بالنسبة اللي يسألوا عن الطلاب كيف يسجلوا في مجتمع مايكروسوفت، الطلاب مو مطلوب منهم يسجلوا في مجتمع مايكروسوفت لأنه الفئة المستهدفة في المعلمين والمهتمين بالتعليم حنلاقي في نموذج التسجيل أول ما نسجل في المجتمع إقرار إنه إحنا أكبر من 18 سنة، يعني ممكن الطلاب في مرحلة الجامعة يعني ممكن إنهم يسجلوا فيه، بس الأصغر سنًا ما راح يفيدهم. طيب حنشوف مع بعض الآن. بقية الميزات اللي يوفرها لنا مجتمع مايكروسوفت التعليمي. طيب فكرة المجتمع قائمة على التحفيز بالشارات بالشهادات النقاط، فكل عضو في المجتمع حيكون متاح لي دورات تدريبية بمجرد ما يجتازها يحصل يا إما على شارة أو نقاط أو شهادات. تمام؟ طبعاً بعد كل كورس حيكون في اختبار، فكرة الاختبار إنه محاولات مفتوحة إلى ما نجتاز هذا الاختبار نحصل على الشارة أو الشهادة. طيب إيش طرق اكتساب النقاط في مجتمع مايكروسوفت التعليمي؟ عندنا أكثر من طريقة ممكن نكتسب من خلالها النقاط والشارات والشهادات في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. يا إما كتابة التعليقات، تقييم المحتوى، مشاركة محتوى تعليمي. الفكرة من مجتمع مايكروسوفت التعليمي إنه يحفز الأعضاء على المشاركة، فبالتالي مشاركتنا لإنجازاتنا أو لكورس معين أعجبنا على المجتمع، أو كتابتنا لتعليق معين، سؤال معين على كورس معين، برضو رح نحصل على نقاط. المشاركة في أنشطة سكايب، ورح نشوفها إن شاء الله مع بعض اليوم بإذن الله. اجتياز الدورات التدريبية، وهذا برضو أكبر مصدر للحصول على النقاط والشارات والشهادات. طيب بالنسبة لكم، بالنسبة لكم والمصادر اكتساب الشارات والشهادات، إيش أكثر مصدر تفضلوه؟ إيش أكثر طريقة عجبتكم في مجتمع مايكروسوفت التعليمي لاكتساب الشارات والنقاط؟ الدورات، ممتاز. الدورات هي تقريباً أبرز شيء في المجتمع، وفعلاً تكتسبون منها نقاط أكثر، صحيح. ممتاز، برفع مواد تعليمية بإذن الله. حنشوف مع بعض طريقة رفع المواد التعليمية. تمام. طيب رح نشوف مع بعض الآن كيف نصمم محتوى تعليمي. ميزة المحتوى التعليمي على مجتمع مايكروسوفت التعليمي إنه رح يكون عندنا محتوى تفاعلي، ممكن أي أحد يدخل على المحتوى ويكتب لنا تعليق، يسأل سؤال، بإمكان الشخص ناشر المحتوى إنه يرد على الأسئلة ويتفاعل مع الناس اللي يشوفوا المحتوى تبعه. تمام، فالمحتوى التعليمي تفاعلي، ممكن يعمل له لايك تفضيل، ممكن يعمل له مشاركة، يعني المخرج النهائي بعد ما أرفع المحتوى على مجتمع مايكروسوفت التعليمي حيكون عبارة عن رابط أقدر أشاركه مع أي أحد، بالإضافة إلى أن المحتوى التعليمي المنشور هذا متوافق مع الأجهزة الذكية، حلاقي على طول بمجرد ما أفتحه من جهاز الجوال أو من التابلت أي جهاز ذكي حلاقي المحتوى معروض بطريقة واضحة ومتوافقة مع هذه الأجهزة. تمام؟ طبعاً أي عضو في مجتمع مايكروسوفت يقدر يوصل للمحتوى التعليمي اللي أنا أنشره. طيب الآن نبغى نسجل في مجتمع مايكروسوفت التعليمي لو تكرمتوا. كيف طريقة التسجيل؟
أدخل على موقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي، هذا هو موقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي education.microsoft.com، أو بمجرد ما أكتب في محرك البحث مجتمع مايكروسوفت التعليمي أو مجتمع مايكروسوفت للمعلمين، حلاقي إني وصلت لهذه الصفحة. يا ريت لو تكرمتوا جميعا ندخل لهذه الصفحة. ضروري التسجيل في مجتمع مايكروسوفت عشان تقدروا تطبقوا معايا بقية الخطوات. هنشوف مع بعض إن شاء الله كورس تعليمي ودورة تدريبية كيف نجتازها، وحنشوف طريقة رفع محتوى تعليمي. فعشان تقدروا تطلعوا على هذه المصادر يا ريت نسجل مع بعض في المجتمع. طيب دخلنا على هذه الصفحة، حيجينا هنا الانضمام الآن أو join now، نختار الانضمام الآن، وبعد كده حيجينا نموذج. طبعا هذا النموذج حيجي للي أول مرة يسجلوا في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، بس حيظهر مرة واحدة في بداية التسجيل. حيطلب مننا الاسم الأول، الاسم الأخير، فضلا وتكرما جميعا نكتب الاسم الصريح، لأنه البعض يكون مسجل حسابه في مايكروسوفت هوت ميل باسم مستعار، لكن لازم نسجل بالاسم الصريح. ليش؟ لأنه الشهادة اللي حتظهر لنا في مجتمع مايكروسوفت التعليمي حتظهر بناء على الاسم الصريح. البلد نختار المملكة العربية السعودية، اللغة نختار العربية، المنطقة الزمنية حلاقي مكتوب كويت ورياض، أختار هذا النطاق. حالة الملف التعريفي ضروري أختار إنه يكون عام، لأنه الهدف منه المشاركة. إذا كان خاص ما حد يقدر يشوفه إلا أنا، يعني نوعا ما انعدم الهدف منه. طيب في هذه المساحة مطلوب إننا نسجل الرمز الترويجي، وهنا نحط إشارة صح إننا أكبر من 18 سنة، طبعاً في حال كنا أكبر من 18 سنة. طيب بالنسبة للرمز الترويجي اللي داخلين أول مرة معانا، تحبوا ناخده الآن؟ ناخذ الرمز الترويجي الآن؟ طيب هو عادة يفترض إنه الرمز الترويجي يكون في آخر الدورة، على أساس ضمان إنه الفرد اطلع على كامل المحتوى التدريبي، بس أنا صراحة ثقة فيكم حاعطيكم إياه من البداية، عشان الآن المحتوى تبعنا متطلب للتسجيل في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. عادة خطوة التسجيل تكون آخر خطوة في الدورات، بس هذه الدورة بالذات التسجيل في مجتمع مايكروسوفت التعليمي هو أول خطوة وهو البداية لطرح المحتوى بعد كده. طيب يا ريت فضلا تصوروا الكود عشان ننتقل للموضوع التالي. طيب بشويش اهو على مهلي، الان اعطيتكم فرصه فضلا تسجلوا في مجتمع مايكروسوفت التعليمي، راح اعطيكم دقيقتين. اللي سجلوا بالجيميل اكيد خلاص كان متاح، الان لا، صار التسجيل لازم يكون بحساب مايكروسوفت. شكرا لك دكتور سلطان، شكرا للجميع. الاسم الصريح انجليزي، ما عندك مشكله، ممكن يكون الاسم الصريح باللغه الانجليزيه، خاصه انه الشهاده راح تظهر باللغه الانجليزيه، واحيانا من نفس النظام ما يقبل الاحرف العربيه، ما يشوفها، فغالبا الافضل انه الاسم يكون باللغه الانجليزيه. استاذه فاتن، اللي قلتي بشويش عشان نطبق، ايش الاخبار؟ اللي مسجلين من قبل طبعا راح ينفعهم الرمز الترويجي، بانه راح يضيف لهم نقاط زياده.
طيب إيش الفائدة من الرمز؟ طيب أستاذة ريما سؤالك وجيه، الفائدة من الرمز الترويجي؟ طيب الهدف غالباً دورات مجتمع مايكروسوفت التعليمي تكون الدورة متاحة على نفس الموقع، وبمجرد ما تدخلوا على الدورة وتطلعوا على المحتوى التدريبي وتجتازوا الاختبار الموجود فيها، هذا إثبات إنكم خلاص اطلعتوا على كامل المحتوى واجتزتوا. تمام؟ بالنسبة للدورات اللي تكون وجها لوجه أو عن بعد بنفس طريقتنا الآن عن طريق الفصول الافتراضية، إيش الدليل عندهم يكون إنه والله أنتوا حضرتوا فعلياً هذه الدورة؟ الدليل يكون هذا الرمز الترويجي اللي يعطيكم إياه المدرب كإثبات إنه والله هذا المتدربين حضروا المحتوى التدريبي. تمام؟ عشان كده أقول لكم الأصل إنه يكون في نهاية الدورة، لكن أعطيتكم إياه في البداية على أساس نمشي في بقية الخطوات بالتسلسل. طيب اللي تم التسجيل سابقا ما عندهم مشكلة. اللي بيسألوا أين يضاف الرمز الترويجي، بالنسبة للي أول مرة يدخلوا حيضيفوا الرمز الترويجي من صفحة التسجيل نفسها. تمام؟ اللي سبق وسجلوا في مجتمع مايكروسوفت التعليمي من فين حيضيفوا الرمز الترويجي؟ من القائمة اللي تظهر عند اسمك، هلو واسمك، مرحبا واسمك، نعمل كليك عليها، بعدين حيجينا في منتصف القائمة ريدين كود. حندخل الكود في هذه المساحة ونضغط هنا إدخال. أحياناً يجينا بس زي الاختبار إنه مو روبوت اللي داخل، فنحل نأشر على الصور المطلوبة إلين يجينا رسالة تم إدخال الكود بنجاح. طيب الجميع انتهى من التسجيل؟ فضلاءنا الأعزاء انتهيتم من التسجيل؟ أستاذة رويضة تم استرداد الرمز، يعطيك العافية، أنت المبدعة. اللي سبق وسجلوا من القائمة اللي فيها مرحبا اسمك يا أستاذة فاطمة، تعمل كليك عليها وبعدين تختاري ريديم كود وتدخل الكود في هذه المساحة. المنطقة الزمنية اختاروا كويت ورياض، بس إذا ما وجدتوها مو مشكلة، بعد ممكن اختاري أي منطقة وبعد كده من تحرير الملف التعريفي ممكن نعدلها، بس الآن عشان نحتاج نسجل سريع ونبدأ في المحتوى. تم؟ طيب اللي تم التسجيل ياريت يكتبوا لنا على أساس خاص نقدر نكمل. اللي مسجلين من أول خلاص ما يحتاج، ما حتظهر لهم أساساً الشاشة اللي فيها نموذج التسجيل. تم التسجيل، طيب يعطيكم العافية. على الأيباد ما عندكم مشكلة، ممكن تسجل حتى على الأيباد. طيب خلاص تمام، يعطيكم العافية جميعا. طيب تم التسجيل في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. طيب الآن حوريكم فين حتلاقوا الشهادات. الشهادات حتلاقوها في الإنجازات هنا achievements، حتلاقوا فيها الشهادات، نعمل كليك عليها وبعدين حتنفتح لنا هذه الصفحة. حنلاقي في أعلى الصفحة الشارات اللي اكتسبناها، وفي أسفل الصفحة حنلاقي الشهادات. هذه الأوسمة كل وسام منها يعبر عن شهادة. طب كيف أطبعها؟ أعمل كليك على الوسام هذا حتظهر لي هذه النافذة،
تمام، وبعدين من هذا المربع داونلود سيرتيفيكيت، اعمل للشهاده تنزيل حتى ينفتح لي هذه الشهاده. طبعا هذه الشهاده اللي راح تحصلوا عليها بعد ادخالكم للكود اليوم، اللي هي شهاده معلم مايكروسوفت المبدع سيرتيفايد MIE. تمام اعزائنا الفضلاء، طيب حنشوف الان لو تكرمتوا كيف نبحث عن دورة أو محتوى تعليمي على مجتمع مايكروسوفت. طيب حنشوف كيف نكتسب النقاط والشهادات من خلال الدورات على المجتمع. طيب نروح لمجتمع مايكروسوفت التعليمي، هذه الصفحة الرئيسية في المجتمع. على فكرة هنا هذه العلامة، في حال جاتك طلبات متابعة أو كان في كورس جديد محتوى جديد تجيك رسالة تلقائية من المجتمع. طيب أنا الآن واقفة على الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية تظهر فيها بعض الكورسات اللي هم يرشحوها لي موصى به، وبعدين هنا المفضلة. المفضلة كيف فكرتها؟ كل دورة يكون فيها علامة القلب هذه، بمجرد ما أعمل كليك عليها حتنضاف هذه الدورة للمفضلة عندي. تمام؟ على أساس يسهل لي البحث عنها، يعني خاصة تكون موجودة عندي. الأحدث، الدورات الحديثة، الأكثر شعبية، الدورات اللي عليها طلب دخول أكثر، والأكثر إعجاباً. تمام؟ هذه بالنسبة للصفحة الرئيسية. طيب؟ حنشوف مع بعض الآن كيف من خلال الصفحة الرئيسية نبحث عن كورس معين، عن دورة تدريبية معينة. شايفين التصفية؟ من خلال أدوات التصفية هنا ممكن أختار الكورس التدريبي أو الدورة التدريبية حسب النوع. طيب عندي درس، عندي دورة، عندي فيديو تعليمي، ويبنار، ليرنينج باث. طيب أنا بس هقول لكم الفرق بين مثلا الدرس والدورة التدريبية. الدورة التدريبية هي المحتوى الصادر من نفس مجتمع مايكروسوفت، يعني حطوه أخصائيين في مايكروسوفت على الموقع، والدورة التدريبية هي اللي نستفيد منها النقاط والشارات والشهادات. طيب بالنسبة للدرس، الدرس لا، الدرس حيكون وضعه أعضاء في مجتمع مايكروسوفت زينا، معلمين زينا رفعوا على مجتمع مايكروسوفت، وهو إن شاء الله اللي راح نشوف مع بعض في خطوات تالية طريقة رفعه على مجتمع مايكروسوفت. طيب جربوا بس لو تكرمتوا قبل ما ينتهي الأذان، جربوا أدخلوا على الدرس وعلى دورة تدريبية وشوفوا الفرق بينهم. تمام أعزائي، شفنا طريقة الفرز والتصفية حسب النوع. Learning Path يعني يكون مسار للتعلم في مجموعة من الدورات. طيب وفي ويبنار وفي فيديو، المهم جميع هذه الأنواع ممكن نفرز ونختار. الفئة العمرية يعني أختار دورة مين مستهدف فيها، الفئة أي فئة عمرية. مثلا لو كنت أدرس
طلاب مثلا في المرحلة الثانوية، حختار هذه المرحلة العمرية إنه من 14 إلى 18 مثلا على سبيل المثال. طيب السبجكت يعني حسب المادة العلمية، لو أبغى دروس في التربية الخاصة مثلا في الساينس، العلوم، هيستوري، التاريخ، ممكن تطلع لي دورات تدريبية في هذه المجالات. طبعا دورات أو دروس أو فيديو أو أي شيء، طالما أنا ما حددت من هنا نوع معين معناته حيكون متاح لي أي شيء يتكلم مثلا عن التاريخ. طيب المنتجات، يعني أبغى الدورة تتكلم عن تطبيقات معينة، عن أوفيس ميكس، عن ون درايف، عن سوي. الإتاحة في سكايب، طيب نجي الإتاحة في سكايب. الإتاحة في سكايب فكرتها إني أنا أختار مثلا في يوم معين أنا أبغى أقدم فيه لطالباتي درس عبر سكايب، أو مثلا في يومين الفعالية تبع سكايب، عندنا فعالية سكايب في يوم 13 و 14 نوفمبر، ممكن أحدد التاريخ إنه والله يجيب لي أنشطة تكون متاحة في تاريخ 13 و 14، وبعد التصفية تظهر لي. تمام؟ حسب المهارات، أبغى أنمي عندهم مهارة الإبداع، مهارة التفكير الناقد، التعلم التعاوني، الاتصال مثلا، أو حسب البلد أبغى مثلا دروس من السعودية مثلا، من الجزائر، حسب البلد ممكن أختار الدورة والدروس. نجرب مثلا نختار هنا السعودية. ظهرت لنا مجموعة من الدروس. نجرب ندخل على هنا درس الأستاذة مها خالدي. الظاهر ما رفعت محتوى. هنا حط لي النطاق اللي أنا حددته، حددت السعودية وحددت اللغة العربية. لو أبغى أمسح التصفية من واضح، بس طبعا في خطأ في الترجمة لأنه ما ترجمه كلير لواضح، هو مسح. تمام. طيب نشوف مع بعض دورة تدريبية. ندخل مثلا، تحبوا ندخل على ساعة برمجة كدورة، وفي نفس الوقت تشوفوا شكل الدورات وكيف طريقة اجتيازها. طيب نشوف ساعة برمجة. هذا عبارة عن كورس تدريبي، دورة تدريبية حتكتسبوا من خلاله 1000 نقطة. هذه الموارد المتاحة فيه. إيش هي ساعة برمجة؟ تعتبر حركة عالمية، فعالية عالمية تستهدف جميع أفراد المجتمع بهدف إزالة الحاجز عن موضوع البرمجة، إنه أي فرد من أفراد المجتمع قادر على البرمجة. هذا فيديو يشرح طريقة التسجيل. من هنا حينفتح لنا رابط عشان نسجل في الفعالية. طبعا من الآن التسجيل في الفعالية متاح، نقدر من الآن نسجل في الفعالية عشان بعدين وقت بداية الفعالية نبدأ بتفعيلها وتدريب طلابنا. طبعا هنا الحوافز من وزارة التعليم مايكروسوفت، وهذه المصادر طبعا أقدر أنزل عندي ملف الوورد. هذا عرض تقديمي جاهز للطلاب الكبار، ممكن أستخدمه عشان أفعل ساعة برمجة، وهذا عرض تقديمي للصغار. وهنا ساعة البرمجة اليدوية، الفكرة فيها إنه ساعة البرمجة مش ضروري فيها إنه يكون عندنا أجهزة ومعامل وتجهيزات. ساعة البرمجة منها الهدف منها من أهدافها تنمية مهارات التفكير العليا والتفكير المنطقي، فبالتالي ممكن أنا أستخدمها بشكل يدوي. فهنا موجودة في هذا الملف كل الأدوات اللي أحتاجها عشان أطبق ساعة البرمجة اليدوية. وهنا ونجي الموضوع عن الأساسي، هذا الاختبار. تمام،
مطلوب مني عشان أحصل على الألف نقطة الخاصة بهذه الدورة إني أجتاز هذا الاختبار. الاختبار يقول لي مكون من 6 أسئلة على 1000 نقطة، الاجتياز فيه 80%. طيب أبدأ الاختبار. فكرة الاختبار إنه كله عبارة عن اختيار من متعدد، أختار الإجابة وأعمل لها إرسال. الأسئلة عبارة عن 6 أسئلة، والفكرة الحلوة في الكورسات التدريبية إني أقدر أحاول ألين ما يعني أجتاز الاختبار، مش مقتصر على عدد محاولات معين. التعلم للإتقان. الحاجة الوحيدة اللي يسويها إنه لما أكتر عليها محاولات في نفس اليوم هيقول لي روح ريحي 48 ساعة بعدين أرجعي تاني. يعني هذا أقصى حاجة، بعد 48 ساعة تنفتح لي الدورة تاني وأقدر أجدد المحاولات عليها. طيب لا يحتاج المعلم لمعرفة مهارات البرمجة عند تطبيق ساعة برمجة، إيش تتوقعون؟ نعم أو لا؟ صحيح نعم، لا يحتاج مهارات، يمكنك تطبيق ساعة برمجة في جميع المواد. إيش تتوقعون؟ بس في الحاسب أو في جميع المواد؟ في جميع المواد طبعاً. أهداف التعلم: تمضية وقت الفراغ، فهم أن أجهزة الكمبيوتر تؤدي المعلومات في تسلسل، تعلم مهارات الكتابة طبعاً، فهم أن أزيادة تؤدي البرامج المعلومات في تسلسل، ساعة برمجة تنمي مهارات حل المشكلات، التعاون، الإبداع، جميع ما ذكر. وهذا السؤال السادس: يمكن تطبيق ساعة برمجة بدون استخدام الأجهزة الذكية، إيش رأيكم، صح أو خطأ؟ ممتاز، صحيح، تمام. يقول لي تهانينا اجتزتي دورة ساعة برمجة وحتنضاف لحسابي 1000 نقطة، وهنا أقدر أشارك إنجازاتي سواء على تويتر أو فيسبوك أو عبر الإيميل. الفكرة الحلوة إنه لما أشارك إنجازاتي برضو أحصل على نقاط. ليش؟ الهدف منها مشاركة إنجاز عملتي ممكن يشد غيرك إنهم يطبقوا نفس الإنجاز اللي أنت عملتي. طيب تمام. وهنا التفاعل، التعليقات التفاعلية، قلنا إنه المحتوى يكون تفاعلي من التعليقات. تمام أعزائي، هذه بالنسبة لدورة ساعة برمجة. طيب نبغى نشوف، بس كمان أبغى أوريكم دورة ثانية برضو مفيدة وحتحصلوا من خلالها على شهادة. طيب دورة سوي مثلا، في دورة سوي أبغى أوصل لها، كيف أوصل لها؟ حختار دورة تدريبية بما أني أبغى أنه أحوز على شهادات. أول أنا عندي هنا في التصفية اللغة العربية، أبغى أشيلها عشان الدورة هي باللغة الإنجليزية، وأرجع ثاني مرة أسوي تصفية وأختار الدورة التدريبية وأختار ضمن المنتجات سوي. طيب حفتح هذه الدورة، لا سوري، هذه الدورة Digital Storytelling with Microsoft Sway. طيب هذه الدورة شايفين معي هنا في البداية حيقول لي النقاط 500، راح أحصل على شارة وراح أحصل أيضا على شهادة Sway بعد اجتيازي لهذه الدورة. فهذه الدورة ممكن تبحثوا عنها بنفس الطريقة وتطلعوا على الموارد تبعها. الآن أنا ما هي ظاهرة عندي الموارد لأني اجتزت الدورة، وتكتسبوا من خلالها شهادة سوي اللي راح تظهر لكم ضمن الإنجازات. تمام. طيب نشوف الآن لو تكرمتوا طريقة رفع محتوى تعليمي على مجتمع مايكروسوفت. كيف أرفع محتوى تعليمي؟ طيب شايفين هذه القائمة؟ هذه القائمة اللي عند مرحبا عبير أيا كان الاسم، قائمة مرة مهمة لأن هذه قائمة التحكم. ألاقي فيها ملف التعريفي، ألاقي فيها إنجازاتي، ألاقي فيها
المفضلة، تحرير ملف التعريفي لو أبغى أرجع لملف التعريفي، أعدل الاسم، أعدل الفئة، أضيف حاجة مثلاً، أعدد المنطقة الزمنية، كله من تحرير الملف التعريفي. الاتصالات عشان أشوف الناس اللي أنا أتابعهم والناس اللي هم يتابعوني. حوريكم بعدين لما نشوف البحث عن معلمين آخرين كيف ممكن نتابعهم. محتواي هنا أشوف المحتوى التعليمي اللي أنا حطيته على المجتمع، والنقاط حلاقي هنا نقاطي، خطتي التطويرية حلاقي إيش الأشياء اللي هم بيقترحوا علي، الدورات اللي بيقترحوا علي عشان أطور من نفسي، وأيضاً حلاقي اللغة وما يتعلق ببرنامج سكايب. طيب نشوف مع بعض الآن رفع المحتوى التعليمي حيكون من محتواي. أتمنى أن الجميع استطاع التسجيل في مجتمع مايكروسوفت التعليمي. طيب أنا حوريكم بس طريقة رفع المحتوى، وبعدين أرجع للشات وأشوف تساؤلاتكم وأعطيكم فرصة للتطبيق رفع المحتوى. طيب لو تشوفوا الآن، أنا فتحت الآن على محتواي من قائمة مرحبا عبير. طيب ظهر لي كل المحتوى اللي أنا رافعته على مجتمع مايكروسوفت التعليمي. أبغى أوريكم الآن كيف ننشئ محتوى مثل هذه المحتويات على مجتمع مايكروسوفت التعليمي. طيب أروح لإنشاء، حيخيرني تبي تنشئي درس هنا، إذا أبغى أرفع فيديو معين راح أختار درس، أدخل هنا عنوان الدرس مثلاً، مثلاً أسمي الحوسبة الفيزيائية مثلاً. المطلوب مني أحط هنا 3 أهداف، مكتوب students will learn، يعني إيش حيستفيدوا طلابي من هذا المحتوى التدريبي. المطلوب مني أحط، لاحظوا كل ما عملت add يطلع لي مساحة عشان أكتب منها فيها هدف. المطلوب مني 3 أهداف ليس أكثر، أو ممكن أقل بس مو أكثر من 3. مثلاً أكتب أن يتقن الطلاب مهارات مثلاً البرمجة. على سبيل المثال حطينا هدف. هنا وصف للمحتوى. الوصف جداً مهم، ليش؟ لأنه حيساعد الناس اللي يدخلوا على المحتوى تبعي يشوفوا إيش موضوع المحتوى ويقرروا هل هم راح يستفيدوا من هذا المحتوى أو لا. فجداً حيكون ممتاز لو كتبت وصف مثلاً يساعد المحتوى طلاب المرحلة الثانوية على سبيل المثال على إتقان مهارات البرمجة وفهم أساليبها على سبيل المثال. تمام، هيدنج يعني عنوان جانبي. الهدف من العناوين الجانبية إنها تساعدني إني أنظم المحتوى، يعني الهدف منها تنظيم المحتوى. في هذه المساحة حيكون عندي متن الدرس، هنا أحط متن الدرس. لاحظوا هنا أقدر أضبط السطور على اليمين أو على اليسار أو في الوسط. هنا لو أبغى أضيف صورة، هنا لو أبغى أضيف ارتباط يعني نص معين أعلم عليه وأخلي النص يصير ارتباط فإني أضيفه. مثلاً على سبيل المثال هنا أحط الرابط وهنا أحط النص اللي أبغى المستخدم مجرد ما يعمل كليك على هذا النص يروح للرابط اللي هنا، وهنا تعداد نقطي وتعداد رقمي. تمام؟ طيب أبغى أوريكم طريقة سهلة نوعاً ما لرفع المحتوى. إني أعمل المحتوى تبعي مثلاً على هيئة عرض باوربوينت، وبعدين
أحول عرضي هذا إلى صور، وبعدين أرفعه من هنا على شكل صورة صورة، تمام؟ حيساعدني كثير إنه حيطلع العرض منسق وجاهز. طيب نشوف مع بعض الفكرة. مثلاً عندي هنا أنا فاتحة عرض تقديمي، هذا عرض باوربوينت، كيف أحوله إلى صور؟ أروح إلى حفظ باسم أو Save As، وأختار إحدى امتدادات الصور، مثلاً هذا الامتداد، أسمي العرض، أعمل له حفظ. يقول لي بس الشريحة هذه اللي أنت واقفة عليها اللي تبي تحفظيها أو كل الشرايح؟ أقول له كل الشرايح. طيب الآن راح ألاقي عندي ملف على سطح المكتب انحفظ في صور. أروح للصور الموجودة، شايفين عرض ساعة برمجة سار بملف، هذا العرض الباوربوينت وهذا العرض الصور سار بملف، شايفين الصور؟ هذه الصورة الأولى، حجرب أرفعها دفعة واحدة، أعمل لها أوبن. شايفين الصورة اللي رفع لي إياها؟ بس الظاهر إنه صعب إنه يرفع دفعة واحدة، فأرفع صورة صورة. طيب بس اختصارا للوقت حنستخدم هذه الصورة، وبقية الصور على العرض حنرفعها بنفس الطريقة. عملت لها ديليت بالخطأ، راح أرجع تاني أرفعها، أختار هذه الصورة مثلا، لا أوبن، طيب أنزل في المساحة اللي تحت، هنا أختار لغة الدرس، طبعاً لغة الدرس العربية، المنطقة اللي منها الدرس السعودية، هنا إذا عندي سوي مثلاً برضو أبغى أحطه كمادة، ممكن سوي نفسه يكون هو المحتوى اللي أبغى أرفعه على مجتمع مايكروسوفت التعليمي، المطلوب مني بس أحط له عنوان جانبي ووصف، وهنا أحط رابط سوي، وفعليا مو رابط، هو إمبيد كود، يعني كود تضمين، وطبعا اللي لهم خلفية سابقة عن سوي يعرفوا كود التضمين، نحطه هنا. طيب وهنا عشان نضيف مصادر دعم، الحين أنا حطيت المادة التدريبية حقي مثلاً، رفعت عرض باوربوينت، ممكن هنا أرفع ملفات داعمة، يعني لو عندي حقيبة تدريبية مثلاً بي دي اف، أحس إنها والله ممكن تفيد المجتمع التعليمي، ممكن أرفعها بهذه الطريقة من هنا أبلود، بمجرد ما أحط أبلود حيحولني على الجهاز تبعي وأختار الملف اللي أبغى أرفعه. طيب في نفس الوقت أقدر أرفع ملف على الويب، يعني مرفوع على السحابة، على التخزين السحابي، أجيب رابطه أحطه في هذه المساحة، تمام؟ هذه في حال كنت أبغى أحط مصادر مساعدة. إيش الفرق بينهم وبين العرض اللي حطيته أول؟ هذا العرض اللي حطيته في الأول حيكون مفتوح تلقائي، مجرد ما المستخدم يعمل كليك على الرابط على طول حيشوف العرض. هنا اللي كمصدر داعم
هذا اللي رفعته كمصدر داعم، لا حيكون على شكل أيقونة لازم المستخدم يعمل لها كليك وتتحمل عنده. تمام، عرفنا الفرق بينهم. طيب الفئة، أقول من الفئة المستهدفة بهذا الدرس. طيب أعزائي، وإيش كمان أقول؟ أقول إيش السبجكت، إيش المادة اللي يدخل تحتها الدرس. مثلاً تكنولوجي، وهنا أحدد الفئة العمرية إنه جميع الأعمار. طب إيش تتوقعوا الفائدة من هذه الأشياء اللي أنا التحديدات اللي قاعدة أحددها؟ بحدد إيش المهارات المطلوبة فيه، وإيش البرامج مثلاً اللي استخدمتها فيه، وإيش الفئة العمرية، وإيش المادة. إيش تتوقعوا الهدف من هذا التحديد؟ تقولوا لي إيش الهدف؟ ما أنا أحط المحتوى تبعي وانتهينا. إيش الهدف من طيب سرعة الوصول، تسهيل البحث. الله يفتح عليكم، فعلاً تسهيل البحث عن الدرس تبع للتصنيف. الله يعطيكم العافية، فعلاً هذا هو. فاكرين لما في البداية إحنا كنا نبحث عن دورات ودروس، كنا نفرزها حسب الدولة وحسب اللغة وحسب المادة. هذا هنا اللي مطلوب مني. تمام، يعني إحنا لما لو نجي نقارن بين الويب 2 والويب 3 على سبيل المثال، خلينا نبدأ من الويب 1. الويب 1 كان المستخدم بس يشوف المحتوى المعروض وماله أي مشاركة فيه، صحيح؟ لما جينا للويب 2 صار المستخدم متفاعل مع المحتوى، يعني مثلاً الصحائف الإلكترونية، المجلات الإلكترونية، ممكن المستخدم يدخل ويكتب تعليق معين، تمام؟ متفاعل مع المحتوى. لما جينا للويب 3 صار المستخدم هو أيضاً ناشر للمحتوى. الحين إحنا إيش بنسوي؟ ننشر محتوى على الويب، تمام؟ بدون ما تكون لنا مثلاً خبرة سابقة بالبرمجة أو خبرة في تصميم المواقع، تمام؟ بننشر على الويب. فالمشكلة اللي واجهتهم إنه يكون النشر بهذه الطريقة، كل مستخدم ينشر، كل مستخدم ينشر، حيصير صعب الوصول على المحتوى على الشبكة. فالحل كان إنه المستخدم الناشر هو نفسه يعمل أرشفة وتصنيف للمحتوى اللي حيرفعه على الويب، وهذا اللي احنا بنسويه، نعمل تصنيف وأرشفة للمحتوى عشان يسهل الوصول للمستخدم، تمام؟ فضروري ضروري نعبي هذه الخانات وما نتجاهلها. طيب هنا الخيار الأول في حال كنت أبغى أي أحد يطلع على المحتوى، الخيار الثاني في حال كنت بس أبغى أعضاء مجتمع مايكروسوفت التعليمي هم اللي يطلعوا على المحتوى، فالأفضل أخليه مفتوح إنه أي أحد يقدر يطلع عليه. طيب هنا ببلش في حال إني خلاص كنت أبغى أنشر المحتوى، وسيف أز درافت يعني أحفظ لي كمسودة أنا لسه برجع ثاني مرة أراجعه وبعدين أنشره. فنجرب نعمل سيف أز درافت. انتر أوبجكت. عشان أنا حددت هنا أهداف وما عبيتها. طيب يقول لي متأكدة تبي تحفظي كمسودة؟ أقول له نعم. طيب الآن لما أحفظ كمسودة، لاحظوا إيش نضاف عندي؟ Enhance content، يعني كيف أنا أعزز من ظهور المحتوى تبعي. طيب حندخل على هذه الأيقونة ونشوف إيش الإضافة المطلوبة مننا. إيش
شايفين المحتوى الآن؟ هذه اللون الموف اللي عليه كده صفحتين، هذا الشكل الافتراضي لأي محتوى تعليمي على مجتمع مايكروسوفت، تمام؟ هنا ممكن أنا أضيف بانر لي مثلاً، أجرب أدخل هنا في هذا الملف، إني أضيف صورة تكون هي بانر، حجرب بس من الصور اللي عندي إن شاء الله تزبط. لأنه أحياناً يطلب إنها تكون بمقاس معين، بس حنجرب، يعني الهدف تجريبي بحت اليوم عندنا. طيب، اسم المؤلف: الفكرة الحلوة في رفع المحتوى التعليمي على مجتمع مايكروسوفت إنه يحفظ أيضاً حقوق الملكية للناشر، فهنا ممكن أكتب اسم المؤلف. لو عندي شعار معين مدرسة، شعار معين لي للمادة التعليمية، ممكن أحطه في هذه المساحة، تمام؟ وأعمل حفظ. شايفين الفكرة؟ طيب، هنا حول لي المادة أو المحتوى إلى شكل نوافذ، أقدر أحررها بعلامة القلم، وأقدر أحذفها بعلامة الخطأ هنا، وأقدر أرفعها أو أنزلها النافذة، أتحكم بها، يعني أعطاني ميزات إضافية للتحكم بالمحتوى، تمام؟ هذا الفكرة والهدف من الأيقونة اللي دخلناها قبل شوية اللي هي Enhanced Content. لو عملت إشارة هنا على علامة القلم حيقول لي إيش الهيدنج اللي هو العنوان الجانبي، وإيش الفايل اللي تبغي ترفعيه من هنا، أرفع الملفات، تمام؟ أعزائي، شفنا مع بعض كيفية رفع محتوى تعليمي على مجتمع مايكروسوفت التعليمي. لا أنتبه بس إني بعد كل مرحلة أعمل حفظ للملف، وهنا معاينة أشوف شكله على الطبيعة على الويب، وهنا لو أبغى أضيف وحدة معينة، مثلاً أبغى أضيف نص، أبغى أضيف فيديو، أبغى أضيف مصدر من مصادر التعلم، أبغى أضيف بانر، من هنا أضيف وحدات التعلم. الفكرة بس إنه حول لي إياها إلى طريقة أكثر احترافية يعني في التصميم، تمام؟ أعمل حفظ، وكذا أكون انتهيت من رفع المحتوى التعليمي. بس أبغى أوريكم فين تحصلوا الرابط اللي حتنشروا منه محتواكم التعليمي، هذا هو الرابط، شايفين؟ لاحظوا إنه المحتوى اللي نرفعه اللي هو واجهتين، نفس فكرة المدونات، واجهة للعمل، هذه الواجهة اللي أنا أشتغل عليها، واجهة للعرض، فين واجهة العرض؟ أعمل كليك كده على الرابط، لأني أنا أساساً ما عملت لها ببلش لسه، ما عملت لها نشر. هروح إلى محتواي، إيه هذه هي المادة اللي رفعتها، على فكرة من هنا هذه الخانة عشان الواجهة الخارجية أقدر أغير الصورة، يعني هنا مثلاً عشان الجوال، لما أحد يفتح المحتوى حقك من الجوال إيش يبغى الأيقونة تكون؟ أيقونة المحتوى ككل. طيب مثلاً قلنا هذه الموفية الافتراضية، لكن الآن نبغى نحط صورة من عندنا، مثلاً أبغى هذه تكون خلفية الشعار للمحتوى حقي، أعمل حفظ، تمام؟ وأغير كل هذه المساحات بصور من عندي عشان تعزز من شكل المحتوى تبعي.
طيب وأخيرا أقول له خلاص أنشر المحتوى التعليمي. غالبا عشان ينشر المحتوى التعليمي يحتاج 48 ساعة إذا ما تغير الموضوع على أساس مراجعة المحتوى. أنا بالنسبة لي عشان عندي صلاحيات النشر أعطاني على طول إنه أتنشر. طيب الآن اللي أبغى أعمله أبغى أرسل لكم رابط هذا المحتوى، هو محتوى تجريبي في كل الأحوال راح أحذفه، بس أبغاكم تدخلوا على الارتباط ونشوف طريقة المشاركة. أبغاكم تشاركوني تحت تعليقات هذا المحتوى. هذا شكله منشور وجاهز، حرسل لكم على الرابط. حرسل لكم الرابط وأعطيكم فرصة للتطبيق. طيب ناخذ 5 دقائق كده عشان تطبقوا، وفي نفس الوقت اللي حاب يدخل على الرابط يعطيك العافية أستاذة صباح، يعطيكم العافية جميعا. طيب ممتاز، ساعة برمجة. طيب حرسل لكم رابط دورة ساعة برمجة، مع إنه في كل الأحوال حتلاقوه في الصفحة الرئيسية. أرسلت الرابط على الشات ما وصلكم؟ طيب هذا الرابط مرة ثانية. عفوا الآن أرسله. وصل الرابط، يلا نجرب مع بعض. طيب أعزائي شفتوا مع بعض طريقة رفع المحتوى التعليمي؟ يا ريت فضلاً تجربوا. أستاذة فاطمة أنت المبدعة، شكراً ليكي. اللي يسألوا عن تفعيل ساعة برمجة هذه السنة نفس طريقة السنة الماضية، وأضفنا كمان تفعيلها باستخدام موقع ميكود اللي هو باستخدام ميكروبيت، فأنتوا مخيرين. سبب عدم ظهور المحتوى في المرة الأولى إني ما نشرته، لما عملت له نشر وصل دخلتوا على الرابط. شكراً أستاذ صباح. طيب أعطيكم فرصة لتطبيق المحتوى ولا نشوف مع بعض العناصر الأخرى؟ طيب نشوف العناصر الأخرى، أبشر. تمام يعطيكم العافية جميعا. طيب حنشوف مع بعض الآن، نبغى نشوف مع بعض الآن لو تكرمتوا كيفية البحث عن معلمين آخرين داخل مجتمع مايكروسوفت التعليمي. تمام نجول كده سريعا في القوائم الأفقية هذه. تدريب، هنا حلاقي الدورات التدريبية،
ندوات عبر الإنترنت إن كانت موجودة، مصادر من هنا خطط الدروس اللي دوبي وريتكم إياها، شارك درساً، شارك فيديو، برامج المعلمين اللي حابين يطلعوا بشكل مفصل على برامج المعلمين اللي عرضناها هنا حيلاقوا تفصيل ليها، أدوات القادة، مصادر معينة ليهم، وفي أدوات لطلاب التعليم العالي، الشارات والنقاط، حيعطيكي كل شارة وإيش متطلبات الحصول عليها، وبرضو الشهادات بنفس الطريقة، كل شهادة وإيش متطلبات الحصول عليها، البحث، ابحث عن معلم مشارك الخبرة، حنشوف مع بعض طريقة البحث عن معلمين آخرين، حنختار ابحث عن معلم، طيب عندي طريقتين للبحث عن معلمين، يا إما عن طريق التصفية، يعني عن طريق عوامل التصفية هذه أحدد مثلاً أبغى معلمين يدرسوا مثلاً المرحلة العمرية من 14 إلى 18 على سبيل المثال، عن طريق السبجكت المادة أبغى معلمين مثلاً يدرسوا مادة العلوم مثلاً على سبيل المثال، الآن طلع لي كل المعلمين اللي يدرسوا مادة العلوم. طب كيف عرف؟ زي ما قلنا إحنا لما سجلنا في مجتمع مايكروسوفت التعريف التعليمي إحنا طبعاً سجلنا عن طريق النموذج السريع، بس لو رحنا لتحرير الملف التعريفي حيعطيني خانات أخرى أحدد منها إنه أي مادة أنا أدرس وإيش الفئة العمرية عشان تسهل للآخرين الوصول لي. تمام؟ طيب مثلاً حصفي المادة وأبغى أختار معلمين حسب اللغة، إنه معلمين يتحدثوا اللغة العربية على سبيل المثال، هنا طلع لي كل المعلمين اللي من دول عربية. طيب الآن لو تكرمتم، وهنا طبعا لو في معلم معين نبغى نبحث عليه بالاسم، ندخل الاسم في هذه الخانة ونعمل البحث. يا ريت لو تكرمتوا أحد بس يتبرع يحط لنا اسمه الكريم اللي مسجل فيه في مجتمع مايكروسوفت التعليمي عشان نبحث عنه ونشوف بس نطبق كيفية البحث بالاسم. أنا حجرب كده سريعاً وآخذ أول اسم. ما شاء الله. طيب أنا حجرب آخذ أول اسم. أستاذة زينب حنسوي لك دعاية اليوم. كلنا حنتابعك. إيش المشكلة؟ في خطأ في السبيلينج، في حاجة ناقصة، يا ريت تعيدي إرسال الاسم. طيب نشوف أستاذ أسيل. الحمد لله لقيناك يا أستاذ أسيل، هذا حساب الأستاذ أسيل، ندخل أسيل المطيري، حصلت على شارة معلم مايكروسوفت المبدع، ممتاز، حصلت عليها اليوم، عندها 4500 نقطة. هنا المحتوى لو أبغى أشوف إذا هي ناشرة محتوى معين أو لا، أدخل على المحتوى وأشوف المحتوى اللي هي ناشرته. تمام؟
يعني حتى لو مثلا تبغوا تشوفوا المحتوى اللي انا نشرته على حسابي، ممكن عن طريق البحث بالاسم لما يظهر لكم الحساب تروحوا على المحتوى. طيب انا ابغى اتابعها من علامه النجمه هنا، اعمل عليها كليك وحيرسل لها اني انا طلبت متابعتها. في حال اختارت موافقه راح اكون من ضمن متابعينها. تمام اعزائي، شفنا كيفية البحث عن معلمين في المجتمع التعليمي. طب هل عندكم أي سؤال إلى هذه المرحلة؟ نعمل بحث ثاني. أستاذة منى، خلال ما نشوف الأسئلة. يعطيكم العافية جميعا، ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافية. تبحثي عن المعلم باللغة عن طريق التصفية، وبعدين تختاري من خانة اللغة العربية. لقيتوا بعض؟ أستاذ نهم جيهان لقوا بعض، طب مرة كويس. طيب شفنا مع بعض كيفية البحث عن معلمين على مجتمع مايكروسوفت التعليمي، وشفنا كيف نحضر دورات في المجتمع، وكيف نبحث عن دروس أو دورات من خلال مجتمع مايكروسوفت التعليمي. أتمنى يكون الوقت سمح لكم تطبقوا طريقة رفع محتوى تعليمي على مجتمع مايكروسوفت. طيب الآن حوريكم، حنتكلم عن فعاليات مايكروسوفت، إيش رأيكم؟ في حاجة تانية حابين تعرفوها بخصوص مجتمع مايكروسوفت التعليمي، أو تحبون نتكلم عن الفعاليات؟ كيف تكون المعلم خبير؟ المعلمة اللي بتسألني كيف تكون معلم خبير؟ لما ينفتح وقت الترشيح تقدمي نموذج الترشيح، تكوني مجهزة فيديو أو عرض سوي تتكلمي فيه عن خبراتك التعليمية، ومطلوب 4 أسئلة تجاوبي عنها، من ضمنها كيف دمجتي التقنية في فصلك؟ ليش أنت ترشحي نفسك عشان تكوني معلمة خبيرة مثلا؟ تحطي هذا المحتوى وإجابات الأسئلة في عرض سوي أو فيديو وترفعيها على موقع التقديم، وفي الوقت المحدد ينفتح الترشيح أظن خلال شهر، يطلعوا مايكروسوفت مع وزارة التعليم على نماذج الترشيح، ويتم تحديد المعلمين الخبراء، ترشيح المعلمين الخبراء. بالتأكيد ممكن تدربي معلمات المدرسة، بالعكس يعني نقل الخبرة يحسب ليكي. الشهادات للأسف على الموقع باللغة الإنجليزية، لأنه زي ما قلنا يعني مجتمع مايكروسوفت التعليمي يعتبر مجتمع عالمي، فبالتالي تكون باللغة العربية. طيب طيب حوريكم الآن فتح الترشيح. يتم الإعلان عنه عن طريق حساب الوزارة، عن طريق حساب مايكروسوفت في تويتر، وحسابي برضو بعد يعني أعمل لهم ريتويت أول ما ينفتح الترشيح.
مسموح لنا قبل الحصول على خبير أننا ندرب؟ بالتأكيد التدريب متاح للجميع، أي معلومة حصلت عليها وحسيت أنها ممكن تفيد غيرك بالتأكيد متاح لك أنك تدربي عليها. بالعكس عشان لما تقدمي على معلم مايكروسوفت الخبير ضمن نموذج الترشيح تذكري يا أستاذة منى أنك دربتي، فموضوع التدريب راح يدعمك سواء كنت مدربة أو ما كنت مدربة. مجرد مبادرتك لنقل الخبرة التدريبية تحسب ليكي وتزيد من نقاط ترشيحك. طيب أعزائي الفضلاء نكمل لو تكرمتم، نشوف مع بعض بشكل سريع أهم فعاليتين في مايكروسوفت وأكبر فعاليتين تعتبر من الفعاليات العالمية. حنشوف ساعة برمجة، شفنا تقريبا الكورس تبعها بس أنا حابة أشارك الرابط تبعكم حسب طلب البعض. هذا رابط الكورس التدريبي تبع ساعة برمجة. يا ريت تفضلن تدخل الكورس من الآن. تدخل الكورس وتسجلوا في فعالية ساعة برمجة. وقت الأيام المحددة لتفعيلها تدخلوا وتفعلوها. تمام، هذا الكورس اللي اتفقنا عليه حيكون تفعيلها من 18 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، هذا تاريخ التفعيل المطلوب، بس التسجيل متاح من الآن. هذا فيديو يعرض طريقة التفعيل، وهذا فيديو يشرح لعبة ماينكرافت، وهذه المصادر اللي تحتاجوها. تمام، طيب هل من سؤال بخصوص ساعة برمجة أو مجتمع مايكروسوفت التعليمي؟ لأنه الآن أبغى أكلمكم عن الفعالية الثانية اللي هي فعالية سكايب أثون. ممكن ندرب الطالبات على ساعة برمجة من الآن؟ هو صراحة يفترض أن وقت الفعالية يكون تفعيلها. لو استخدمت ساعة برمجة يدوية تكفي؟ بالتأكيد كافية، ما عندك مشكلة. لو في صعوبة لتفعيلها باستخدام الأجهزة ممكن تستخدم اليدوية. ساعة برمجة اليدوية موجودة كل مصادرها في الكورس التدريبي اللي أرسلت لكم رابطه. بالنسبة للي فعلوا ساعة البرمجة بشكل يدوي، الشهادات ممكن هم يتبعوها ويجهزوها للطالبات. راح أشارك معاكم إن شاء الله الموقع اللي مرفوع عليه شهادات مفرغة عشان تقدروا اللي يطبقوا ساعة البرمجة اليدوية يستخدموها. يا ريت تكلم عن ملف الإنجاز عزيزتي، كان الدورة السابقة وصعب أتكلم عنه الآن، يعني كل دورة يكون لها موضوع معين، إن شاء الله تتكرر مرة ثانية وتشرفينا بالحضور. عدد معين للتدريب الطلاب حتشوفي في الكورس الشهادات التحفيزية على ما أعتقد أنها تبدأ من 50. ممكن الكود آخر المحاضرة؟ أبشري، راح أعرض الكود مرة ثانية في آخر المحاضرة. ساعة البرمجة اليدوية تثبتيها بتوقيع الطالبات بشهاداتهم، كشف الحضور المختوم من المدرسة، بأي طريقة ممكن تثبتيها. إعلانات الدورات اللي أقيمها حتلاقيها على حسابي في تويتر غالباً. العام كان 20 طالبة، السنة دي كم؟ راجع الكورس اللي شاركته معاكم الآن،
أعتقد إنه الشهادات التحفيزية تبدأ من 50. طيب نكتفي بهذا القدر أعزائي الفضلاء، نشوف مع بعض لو تكرمتوا بشكل سريع فعالية سكايب أثون، وكيف إحنا ممكن كأعضاء في المجتمع نرسل دعوات لأعضاء آخرين عشان نفعل معهم سكايب أثون. طيب لما نتكلم عن دروس سكايب، أبغى أجري درس تعليمي عبر سكايب مع مثلا طلاب في دولة أخرى على سبيل المثال، مثلا أنا معلمة جغرافيا، كم موضوع درسي عن مثلا معلمة اجتماعيات، مثلا كم موضوع درسي عن مثلا دولة الجزائر مثلا على سبيل المثال. طيب وأبغى طالباتي يتعرفوا على تضاريس الدولة، عاداتهم تقاليدهم على سبيل المثال، وأبغى أحصل معلم ينتمي لدي الدولة عشان نعمل معهم لقاء سكايب ونتعرف على مميزات الدولة عن قرب مثلا على سبيل المثال. أو فرضا كان درسي عن المتاحف والآثار على سبيل المثال، أبغى طالباتي يشوفوا متحف معين. عموما أنشطة سكايب ممكن تكون في المنهج وممكن تكون كنشاط لا منهجي. طيب لو أنا افترضنا أبغى أطبقها، إيش تتوقعوا أصعب حاجة ممكن أواجهها عشان أطبق درس باستخدام سكايب؟ إيش تتوقعوا الصعوبة اللي ممكن أواجهها لو أنا قررت أفعل سكايب في التعليم؟ فرق التوقيت، ممتاز، سرعة النت، اللغة، اللغة برضو ممكن أتلافاها، حوريكم الطريقة. استخدام الكاميرا، أنا ممكن يعني أشوف الصورة للطرف المقابل ومن طرفي يكون صوت مثلا. طيب التوقيت برضو، مجتمع مايكروسوفت التعليمي وفر لنا حل لمشكلة التوقيت والمشكلة اختلاف اللغة. طيب هل تتصوروا أنه أنا كمعلمة أو معلم سهل علي أني ألاقي معلم في الجزائر مثلا يدرس نفس الفئة العمرية اللي أنا أدرسها عشان نعمل لقاء عبر سكايب؟ هل تتوقعوا سهل أو صعب الموضوع؟ لي فترة وما لقيت. صعب فعلا الموضوع، صعب انه يعني فين حلاقي معلم في دولة محددة يدرس فئة عمرية محددة في وقت معين؟ بالتأكيد ما حيكون صعب، ما حيكون سهل الموضوع، لكن زي ما تفضلتوا البعض كان يقول عن طريق مجتمع مايكروسوفت التعليمي سهل لي هذا الموضوع مرة كثير. ليش؟ لأني أقدر عن طريق الفرس اللي وريتكم إياه أقدر أحدد اللغة والتخصص والفئة العمرية، وأقدر أحدد بالإضافة لهذا كله الوقت. تمام؟ طيب هنشوف مع بعض. ممتاز، كيفية تحديد الوقت والتنسيق معه. هنشوف مع بعض الآن كيف نطلب طلب درس سكايب من معلمين آخرين عبر مجتمع مايكروسوفت التعليمي. طيب حنرجع لمجتمع مايكروسوفت التعليمي. أو ممكن من نفسها الصفحة تبع سكايب أثون، أروح للصفحة الرئيسية. لمجتمع مايكروسوفت التعليمي
عندي طريقتين عشان ألاقي المعلمين. فاكرين لما كنا نبحث عن معلم من هنا؟ فين كنا نحصل البحث عن المعلمين؟ في المجتمع. ابحث عن معلم. فاكرين لما كنا نشوف الإتاحة عبر سكايب؟ ممكن أقول له أنا أبغى معلم متاح عبر سكايب في الوقت مثلا من مثلا يوم 17 إلى، طبعا أنا كل ما كانت عندي عناصر الفرز والتصفية أكبر وغير محددة أكثر، كل ما كان أسهل إني ألاقي. لازم أحدد الوقت. شايفين اللي كان يقول لنا مشكلة الوقت عندنا وعندهم؟ أنا بتحديد الوقت هنا ممكن أحل هذه المشكلة، بس أنا هخليه مفتوح الآن طويل عشان تظهر لنا نتائج. أعطاني مجموعة من المعلمين المتاحين عبر سكايب. هذا متحف إبراهام لينكولن، هنا عندنا أشخاص ومتاحف وفي غابات وطنية أيضا. طيب نجرب ندخل. هذا عبارة عن ستادي سنتر، مركز معلومات، مركز أبحاث. هنشوف طريقة طلب دعوة منهم. طيب هنا قال لي عرض محتوى المتحدث الضيف، لأنه اللي ماسك المركز هو شخص محدد، فالآن حيوديني لحسابه. هنا حاطين محتوى عبارة عن صور للمركز نفسه، لمحتويات المركز من الحشرات والحيوانات والأزهار. يفترض الآن يتح لي طلب الدعوة، بس ظهر إنه الشبكة ضعيفة شوية، أو ممكن نفس المركز ما حدث معلوماته بشكل كامل، فنختار خيار آخر. طيب شفنا الطريقة الأولى عن طريق التصفية، أعمل أختار الإتاحة عبر سكايب وأختار التاريخ والوقت والنتائج اللي تظهر لي. ممكن أطلب منهم الاستضافة عبر سكايب. حوريكم طريقة تانية. شايفين سكايب في الفصل، تواصل مع الخبراء، تواصل مع الفصول الدراسية،
مثلا التواصل مع الخبراء، نجرب الرحلات الميدانية الافتراضية، يعني يا إما ندخل لها حسب البحث عن المعلم أو حسب نوع سكايب اللي أبغى أستخدمه مع طلابي. هنا بحثنا عن طريق النوع إنه أبغاها تكون رحلة ميدانية افتراضية، أعطاني دليل للبدء، هذا سوي عبارة عن سوي يشرح خطوات البدء. وهنا أعطاني خيارات لرحلات ميدانية، عرض الشركاء يعني أعرض للناس اللي ممكن أعمل معاهم رحلات ميدانية افتراضية. شايفين كاليفورنيا ستيت بارك، وهنا عندنا المتحف الوطني للحضارة المصرية، ممكن نجربه. المتحف الوطني للحضارة المصرية لو نبغى نعمل معهم لقاء عبر سكايب، اختار هنا المتحدثون الضيوف. أعطاني هنا الشخص المسؤول عن المتحف عبد الرحمن عثمان، أدخل إلى حسابه. شايفين هنا طلب ميستري سكاي، طلب جلسة تحدث مع ضيف مثلا، أو أستضيفه عشان يحدثنا عن المتحف ويعطينا جولة فيه، يعني مو بس حديث، هو يكون في المتحف نفسه زي ما انتم شايفين في السوي هذا، يعطينا جولة من خلال المتحف. طيب نعمل طلب جلسة تحدث مع ضيف، حيقول لي هنا ايش التاريخ اللي تبغي تعملي في الطلب. لاحظوا في أكتوبر غير متاح، الأخضر هو معناته متاح. أختار مثلا يوم 1 نوفمبر، وأضيف رسالة أقول له إيش الهدف من تعريف مثلا طلابي بالمتحف وأهميته وعناصره. تمام، وأعمل طلب الجلسة. يفترض إنه يجيني الرد خلال 3 أيام. فين حيجيني الرد؟ حيجيني في التعليقات اللي شفناها في الموقع اللي كنت زي التنبيه في البداية. الآن أونلاين أحجز مسبقاً، ممكن تحجزوا مسبقاً خصوصاً لو حابين تحجزوا بتاريخ الفعالية. اللي حيفعل سكايب أثون في تاريخ الفعالية نفسه راح يحصلوا على شهادة. ممكن طبعاً يكون التفعيل باللغة العربية، ممكن تستضيفي أي دولة عربية وتفعلها باللغة العربية، أو المتحف المصري اللغة العربية عندهم اللغة الأم. طيب تمام إلى هنا. وقت التواصل أنا والمعلم الآخر أونلاين يكون، لا مو شرط المعلم الآخر يكون يعني في هذه اللحظة موجود على مجتمع معلمي مايكروسوفت. ليش؟ لأنه الرسالة هذه اللي أنا بعملها بتوصل له ضمن الرسائل، ويفترض خلال 3 أيام يجاوبني. طبعا الدعوة لازم تكون في الأيام هذه اللي هم متاحين فيها، يعني هم محددين أيام معينة طوال السنة يستقبلوا فيها. تمام أعزائنا الفضلاء. طيب هذا بالنسبة لفعاليات
فعالية سكايب أثون، حتكون يوم 13-14. وهذا الفيديو يشرحها. من الأشياء الجميلة في الفعالية إنه الموقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي مجهز لنا كمان كل الأدوات اللي نحتاجها عشان تفعيل الفعالية. أنا حتى أقدر أطبع لطلابي شهادات تفعيل سكايب، أقدر أطبع لهم جوازات سفر افتراضية. الفكرة جدا رائعة. أقدر على سبيل المثال أطبع لهم حتى خطابات أولياء الأمور تكون موجودة، كل شيء جاهز، ما علي سوى البدء بتفعيل الفعالية. تمام. بوسترات تحفيزية، الفكرة إنه يكون قبل بفترة، قبل بأسبوع مثلاً، أحفز طلابي إنه والله إحنا عندنا سفر، والله حنسافر، والله راح نشوف مثلاً المتحف الفلاني، الغابة الفلانية، طب تتوقعوا إحنا ممكن نسافر ويكون مسموح لينا ونغيب عن المدرسة أسبوع مثلاً؟ طبعاً هيقولوا لا، طب إيش رأيكم نسافر بشكل افتراضي؟ فالفكرة رائعة، ويتعلم الطلاب من خلالها مهارات التواصل، المواطنة الرقمية، المواطنة العالمية. الفكرة رائعة وأدعو الجميع إلى تطبيقها إن شاء الله، بالإضافة إلى تفعيل ساعة البرمجة. تمام أعزائنا الفضلاء. طيب بالنسبة للكود أرجع تاني مرة وأعيد الكود. الكود هذه المرة أخذناه مقدماً. طيب هذا الكود التدريبي. إذا عندكم أي سؤال راح أكون متواجدة كمان لمدة 5 دقائق. الحمد لله انتهينا من المادة التدريبية اليوم. إذا في حاجة محددة تحبوا أطلعكم عليها، في شيء يحتاج إعادة، عندكم أسئلة معينة أنا حاضرة. شاكرة لكم حضوركم، شكرا جزيلا لكم، شكرا على الحضور، وشكرا على اهتمامكم بالتنمية المهنية، وشكرا على اهتمامكم بدعم طلابكم واهتمامكم بتدريب المعلمين ونقل الخبرة للمعلمين حولكم. يعطيكم ألف عافية أعزائي الحضور. أستاذ محمد معلومات أول مرة أعرفها عن مايكروسوفت. طيب الله يعطيك العافية، شيء جميل إنه يعني أضافت لك إنه هو شيء جديد. أستاذة بتول حتى أنا جديدة علي. طيب ممتاز، أتمنى إنكم تنقلوا الخبرة لزملائكم المعلمين. يعطيكم ألف عافية. كيف نشوف المتحدث فقط؟ إيش الطريقة اللي نحددها له؟ ممكن في الرسالة اللي نطلب فيها الاستضافة، يعني نقول له الفكرة إنه إحنا حنكون متواصلين معك بشكل صوتي، ونبغاك تكون متواصل معنا بالصورة والصوت مثلاً على سبيل المثال. شكراً لك أستاذة مها، أنت المبدعة إن شاء الله بتفعيلك للفعاليات بإذن الله ونقلك للخبرة التدريبية. أول مرة أتابع وسعيدة باستمرار المتابعة. أنا الأسعد صراحة جداً، أن سعيدة بالتغذية الراجعة الرائعة منكم هذه، يعطيكم ألف عافية. شكراً لك يا أستاذة السهام، أستاذة رقية والجميع. شكراً لك يا أستاذة مستورة.
يعطيكم ألف عافية. أنتم المتألقون بحضوركم، ونجاح الدورة ما كان إلا بحضوركم وتفاعلكم. كيف أطلع شهادتي؟ الكود اللي أعطيتكم إياه راح تكتسبوا من خلاله ما بين 1000 إلى 1500 نقطة، وراح تطلع لكم الشهادة ضمن الإنجازات. إذا ما طلعت لكم الشهادة ضمن الإنجازات، أعملوا تسجيل خروج من الموقع، أخرجوا من مجتمع مايكروسوفت التعليمي، أعملوا ساين أوت، وبعدين أرجعوا أدخلوا أعملوا ساين إن مرة تانية. مو آخر دورة نحضرها معك، يشرفني ويسعدني حضوركم. يعطيك العافية أستاذ أسيل. تعديل الإيميل عن طريق الحساب، يفترض إنه نعمل له استرداد، استرجاع من صفحتك على مجتمع مايكروسوفت التعليمي. وإذا ما زبطت معكم الفكرة، في دعم فني خاص بالموقع، برضو ممكن أشارككم الرابط تبعه. تعبير دعواتك عندي بعد فترة دورة. أستاذ وفاء موفقة بإذن الله، وإذا عندك أي سؤال أنا حاضرة، ممكن تسأليني عبر حسابي في تويتر. نعم تظهر لي استفساراتكم، الشات واضح حتى عندكم. أهلا بك دكتورة حنان، أكتب أجركم ونفع الله بكم، وانتم ما قصرتوا. شكرا لكم على حضوركم، يعني انا عارفه انه اليوم يوم عمل، واكيد الحضور كان في نوع من المشقه عليكم، بس صراحه اسعدتوني بحضوركم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. شكرا لكم. استاذه حصه ارسل حسابك على تويتر. طيب أستاذ حصة هذا حسابي. يعطيكم العافية ونفع الله بكم. تفعيل الأوفيس للمدرسة؟ لا، ليس له فترة محددة، ممكن بأي فترة تفعليها. جوازات السفر تطبعوها من رابط الفعالية نفسه، مجتمع مايكروسوفت، على مجتمع مايكروسوفت التعليمي. بأي طريقة، لو عندكم أي استفسارات ممكن إن شاء الله تشاركهم إياها. الرحلات الافتراضية موعدها يوم 13 و14 نوفمبر. طيب هذه الصفحة، خلوني أشارككم صفحة فعالية مايكروسوفت. في دورات مستمرة، طبعاً مبادرة الجمعية السعودية العلمية للمعلم وجامعة الملك خالد، ممثلة بأعمال التعلم الإلكتروني ومنصة التزامن، منزلين جدول للدورات على مدى الفصل الدراسي. ممكن تتابعوا حساب المبادرة وحساب أعمال التعلم الإلكتروني وتشوفوا الدورات. هذا رابط فعالية سكايباثون، ساعة برمجة نفسها العام الماضي مع إضافة ميك كود اللي قلنا عنه المايكروبيت.
بصراحة موضوع الدورة هل هي مسجلة أو لا ممكن نسأل فيها المسؤولين عن منصة التزامن. دكتورة حنان كان عندك تساؤل، أنا ما أدري صراحة الأسئلة الشات بتطلع في الأسئلة الأعلى وما شفت السؤال، يا ريت إذا تفضلتي تعيدي السؤال أو تواصلي معي عبر حساب تويتر. إن شاء الله ما تفقد النقاط، ما تفقد النقاط أستاذ أحمد، أعمل له استرجاع. نفس ألعاب الماضي العام الماضي، نعم ماينكرافت هي موجودة نفسها تبع العام الماضي، بس بالنسبة للي فعلوا نفس لعبة ماينكرافت العام الماضي في إضافة جديدة إنهم يقدروا يستخدموا موقع ميك كود ويفعلوا مايكروبيت. طيب يا أستاذ حنان هذا حساب تويتر. أرسلت لك يا دكتورة حنان حسابي في تويتر، وإذا عندكم أي سؤال أنا حاضرة، ويعطيكم العافية على جهودكم ويعطيكم ألف عافية على حضوركم، ونراكم إن شاء الله في دورات أخرى، وإن شاء الله كلكم تكونوا من المعلمين الخبراء في فترة الترشيح القادمة، وإن شاء الله كلكم تكونوا قادرين على تفعيل فعاليات مايكروسوفت والانضمام لمجتمع مايكروسوفت التعليمي. كل الشكر والتقدير لحضوركم، يعطيكم ألف عافية.